السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المذيعين، أهلا بحضراتكم. النهاردة عايزين نصمم تيستر لفحص الليدات بطريقة سهلة جدا وطريقة غير مكلفة وطريقة آمنة، يعني مفيش منها أي مشاكل أو مفيش منها أي ضرر. هنستخدم بانل لقراءة الفولت أو يعتبر فولتميتر، بيتكون من 3 أطراف. سعر البانل ده 55 جنيه. الطرف الأسود هو الطرف السالب جراوند، والطرف الأحمر طرف التغذية يعتبر من 3 حتى 20 فولت. الطرف الأصفر هو الفولت المراد قياسه حتى 100 فولت. هنستخدم بريج لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، وهنستخدم برضو مكثف قيمته 10 مايكروفاراد. على مثلا أنا استخدمته ده 450 فولت، ولكن احنا الفولت الخاص بالترانسفورمر بتاعنا لا يتجاوز 70 فولت، ممكن نستخدم حتى 100 فولت على 10 مايكروفاراد. هنستخدم مقاومة قيمتها 5 كيلو أوم 3 وات. أنا مجمع مجموع مقاومات مع بعض بحيث أحصل على 5 كيلو أوم و3 وات. هنستخدم ترانسفورمر لخفض الجهد من 220 فولت، حتى هيخرج معانا يعتبر 36 فولت. الطرف السنتر تاب هيخرج معانا مع أي واحد فيهم 18 فولت، ولكن الطرفين دول هيخرجوا معانا 36 فولت. دي المكونات الخاصة بنا. وبرضه معلومة على السريع، البانل اللي معانا هيشتغل مثلا من 3 حتى 20 فولت. مثلا نفترض انه بيشتغل بخمسة فولت، الفولت الخارج من الترانسفورمر بعد التنعيم هيوصل معانا 50 فولت. يبقى احنا عاوزين نشغل البانل على الجهد الخارج من الترانسفورمر، هيكون فرق تقريبا 55 فولت. يبقى الفرق بينهم وبين بعض 50 فولت، ده فرق الجهد اللي يعتبر بين البانل والترانسفورمر. البانل عملت له قياس ان انا شغلته بباور سبلاي، وشفت الامبير اللي بيسحبه البانل بيسحب 5 ملي امبير. يبقى احنا عايزين نعرف دلوقتي المقاومة اللي احنا هنستخدمها هتساوي الفولت على شدة التيار، هيساوي 50 × 20 × 0.05، هيساوي 10,000 أوم، يعني هساوي 10 كيلو أوم. استخدم المقاومة 10 كيلو أوم، ألوانها بني أسود برتقالي ذهبي، بحيث نشغل البانل على 50 فولت أو 60 فولت. هنبتدي في التوصيل. الدائرة بتاعتنا 220 فولت. الخارج في الملف الابتدائي هيوصل معانا حتى 36 فولت. بعد هنوصل الطرفين دول، البريك ده الطرف الموجب وده الطرف السالب وده الطرفين الاي سي، ده الخارج اللي معانا هو الخارج الموجب. هنوصل بمكثف قيمته 10 مايكروفاراد على 100 فولت او اي فولت. يعني انا اللي معايا حاليا 450 فولت. بعد كده هنستخدم مقاومة 5 كيلو أوم 3 وات، وده هيكون طرف المقاس الخاص بينا. الطرف السالب هيبقى مباشر لطرف المقاس. أما بالنسبة للبانل، أدي البانل في 3 أطراف، اللون الأسود هيوصل معانا بالطرف السالب مباشرة، الطرف الأسود. أما الطرف الموجب الخاص بالبانل هيوصل معانا بمقاومة اللي احنا قلنا عليها 10 كيلو أوم، هيوصل معانا في الطرف ده. أما الطرف اللون الأصفر اللي هو يعتبر الفولت اللي بيتم قياسه، هيوصل معانا بعد المقاومة اللي هي تعتبر 5 كيلو أو 3 وات. يعني آدي طريقة التوصيل اللي احنا هنستخدمها. آدي البريج، هنوصل طرفين ترانسفورمر.
يعتبر احنا وصلنا للطرفين الخاصين بخارج الترانسفورمر، يعتبر طرفين الاي سي. المكثف المفروض يوصل معانا بالطرف الموجب السالب، ده مكثف الكيميائي، وبعد كده المقاومات. طبعا المكثف لو كان أطول من كده شوية، الطرفين الخاصين بيه، كان هيوصل معانا مباشرة. بالنسبة للبانل زي ما قلنا لحضراتكم، الطرف الأصفر هيكون طرف الخروج الخاص بالمقاومات. يعتبر ده الفولت اللي هيتغير معانا بناء على الحمل أو اللود اللي هيتصل بيه الدائرة الخاصة بينا. الطرف السالب الخاص بالدائرة أو البانل هوصل بالطرف السالب الخاص بالبرج مباشرة. الطرف الأحمر اللي هو يعتبر داخل البانل الـ VCC هنوصل مقاومة قيمتها 10 كيلو أوم، والمقاومة هتوصل بالطرف الموجب للبريك. كده انتهينا من تصميم الدايرة. هنوصل 220 فولت بالترانسفورمر كده. اشتغلت الدايرة، الفولت حاليا 49 فولت و3 من 10، يعتبر 50 فولت. هنجيب كابل كروكودايل، الطرف الأخضر بالطرف السالب، والطرف الأبيض هيوصل معانا بخارج المقاومة، يعتبر 5 كيلو 3 وات. أتمنى تكون البانل واضح. هنقلل الإضاءة شوية عشان البانل يكون واضح. عندما لمست الأطراف 0 فولت، يرجع تاني. معانا مسطرة الليدات، الليد الواحد فيها بيشتغل يعتبر 6 فولت، ولكن يعتبر عند القياس باستخدام التستر هيدي معانا 5.5 فولت. عند التشغيل الطرف الأخضر سالب، الليد أضاء، والبانل ادى معانا 5 فولت و2 من 10. في حالة تشغيل المسطرة بالكامل، المسطرة بتتكون من 5 ليدات. خمس ليدات 24 فولت. زي ما واضح من حضراتكم، استخدمنا ليد آخر، ده بيشتغل ب3 فولت، ده معانا 2 فولت 77%، أو 2 فولت و8 من 10. بنقلل قيمة المقاومة، بدل من 5 كيلو نعملها 3 كيلو أوم، بحيث تدي معانا القراءة بالظبط اللي هي يعتبر 3 فولت و1 من 10. سبب الانخفاض ان احنا استخدمنا قيمة مقاومة اعلى بقليل من القيمة المناسبة. الليد ده يعتبر محترق مش شغال، زي ما وضح مع حضراتكم 2 فولت 75%. يعتبر المقاومة لما قيمتها زادت معنى الى اختلاف في القراءة، ولكن جزء بسيط جدا. يبقى بإذن الله هنحاول نغير المقاومة، بدل ما احنا استخدمنا مقاومة 5 كيلو أوم نستخدم مقاومة قيمتها 3 كيلو أوم، هتدي معانا قراءة مظبوطة بإذن الله. ولكن عند قياس مسطرة الليدات هي ادي معانا قراءة مظبوطة، يعتبر 5.3 فولت، ودي نفس القراءة باستخدام التستر عند التجربة. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا لمتابعين قناتكم ودان، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.